بالطاقه وسعرات ايه الحراريه، بقايا المحصول اللي هو على الحطب والتبن ويستخدم في تغذيه ايه الحيوان، فبذلك فبتزيد معايا ايه من الثروه الحيوانيه. طيب احنا لو ما نفكر مع بعض عن المحاصيل الحبوب الهامه في مصر وتسمى المحاصيل دايما المحاصيل ايه الاستراتيجيه، ليه؟ لان بيقوم عليها عدد كبير جدا من الصناعات وكذلك ايه غذاء الانسان. على سبيل المثال لو فيه بلد لا قدر الله داخله على حرب او اي حاجه، اي شيء اول حاجه تحطها في الحسبان وفي استراتيجيتها بتاعها مخزونها من محاصيل الحبوب، وعلى راسها محصول القمح. يبقى احنا هنتكلم النهارده مع بعض عن محصول القمح وزراعته في مصر، وايه هي الاهميه بتاعه محصول القمح والعمليات اللي هي بتتم عليه، وازاي يحصل على الجزء الاقتصادي لمحصول القمح. قبل ما نتكلم عن محصول القمح عايزين نبذه تاريخيه سريعه كده عن المحصول. اولا المحصول القمح مصر من 7000 سنه بتزرع القمح، يعني سبقت دول العالم كلها فين في زراعه القمح. من ناحيه ايه؟ في المقابر اللي لقوها في للفراعنه في اسوان في وادي القبانيه لقوا الاواني الاسترايكه والاواني الفخاريه مخزون فيها قمح، يعني في قمح كان يسمى القمح الفرعوني. طيب سيدنا يوسف عليه السلام لما كان موجود هنا في مصر، تمام، وقال لما راى عزيز مصر في المنام بتاعه انه يرى سبع سنبلات خضر واخرى ايه يابسات، وسيدنا يوسف لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. ليه الاهميه الاقتصاديه ده كليتها؟ يعني حاجه محصول مهم جدا، شوف اتذكر في القران من كام سنه، من كام الف سنه، زائد الاهميه الاقتصاديه واللي بيعمله في الكون، وكذلك محصول من الاهميه الاقتصاديه بتاعته، يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمه ودونا ايه على المحاصيل. على سبيل المثال في الكلمة الطيبة والحسنات كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئات حبة والله يضاعف إيه لمن يشاء. كل ده تقدير وتجليل من ربنا سبحانه وتعالى للمحصول اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو محصول إيه القمح. تعالوا نشوف مع بعض محصول القمح. ده شكل سنبلة القمح زي ما احنا شايفين في الصورة ديت كمقدمة، وشكل القمح ايه عامة، ده محصول القمح بتاعنا اللي احنا بنتغذى عليه وله أهمية اقتصادية ايه كبيرة. ليه؟ لأنه بيدخل في صناعة الخبز، أنت ممكن تستغنى عن أي وجبة ما عدا العيش، لابد أن يكون في الغذاء بتاعك رغيف عيش الصبح في الغداء في العشاء، ما تقدرش تستغنى ايه عنه. لو ما فيش عيش ممكن تخش ايه تاكل مكرونة، طب ما المكرونة بتتصنع ايه من القمح. طيب وفي حاجة كمان الحلويات، كل الحلويات اللي هي بتتصنع من معظمها من دقيق ايه القمح. وفي ايه كمان عيش الفين وعيش التوست، كل انواع الخبز اللي بيتغذى عليها الانسان بيتم تصنيعها ايه من القمح. نشوف مع بعض الاهمية الاقتصادية لمحصول القمح. رقم واحد اهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الانسان، اهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها ايه الانسان. 2 تستخدم حبوبه لإنتاج الخبز والمكرونة. 3 يستخدم تبن القمح اللي هو التبن الأبيض في غذاء الحيوان، ولو ما استخدمتوش في غذاء الحيوان بيخش معاك في صناعة الخشب، والخشب اللي بيتصنع من التبن يسمى خشب حبيبي. يعني كده المحصول القمح عندنا من ناحية الأهمية الاقتصادية له فوائد عديدة، من الجذر لحد السنبلة ليه فايدة بقدر ايه استخدمه، ما بيطلعش منه ايه فاقد. يعني التبن مش هينفع ان انا اولع فيه زي قش الرز ما بيحصل كده وانا مش عايزه، او افرم عيدان الذره او حطب القط واتخلص منها، لكن لا، التبن بتاع القمح اللي هو طلع بيحصل ايه بستخدمه غذائي للحيوان او فرشه في مزارع الدواجن، او لو ما نفعش ده او ده بستخدمه في صناعه الخشب ايه الحبيبي. الحبوب اللي طالعه دخلت معايا في كل ايه صناعات، صناعه الخبز، الحلويات، المكرونه، كل الصناعات اللي احنا ايه اتكلمنا عنها. تعالوا نشوف مع بعض الوصف النباتي لمحصول القمح. ده شكل سنابل محصول القمح، الجزء الاقتصادي المهم عندنا السبلة، سبلة القمح اللي بتحتوي على الحبوب، في كل سنبلة مئات حبة والله يضاعف ايه لمن يشاء. وفي طبعا سنابل حسب الخدمة بيكون فيها اقل ايه من 100، ده يرجع لخدمة ايه الارض وصنف ايه المنزرع. في الوصف النباتي الجذر بتاع القمح، لما نبص عليه كويس في الصورة ديت
زي ما حضراتكم شايفين الجذر ايه؟ جذر عرضي، جذر عرضي، ده شكل ايه الجذر بتاعه؟ جذر ايه؟ عرضي. يتكون المجموع الجذري من مجموعتين من الجذور، الاولى الجذور الجانبيه وتخرج من الجنين عند الانبات، والثانيه مجموعه الجذور ايه؟ العرضيه، وتنشا من عند عقد الساق السفلى. عقد الساق السفلى يعني من على وش الارض تبدا تتكون جذور ايه؟ عرضيه، وتثبت النبات ايه؟ في التربه. طيب ايه تاني في الوصف النباتي؟ الساق، ده شكل الساق بتاع ايه؟ القمح في طور الاستطاله. انا الصوره اللي احنا شايفينها ديت قمح في طور الاستطاله، والصوره الثانيه الصغيره في طور البادره. ليه؟ لان القمح عندنا بيمر بعده اطوار، لحد محصوده بيمر ايه؟ بعده اطوار، منها طور الانبات، طور البادره، طور الاستطاله، طور طرد ايه؟ السنابل. دي مراحل النمو بتاعه ايه؟ بتاعه محصول القمح. يبقى احنا عندنا هنا الساق ماشي في طور ايه؟ الاستطاله. الساق التعريف بتاعها او وصفها بيقول ايه؟ الساق اسطوانيه قائمه ناعمه او خشنه جوفاء. يعني ايه جوفاء؟ يعني فارغه من جوه، مش مصمطه، مش مقفوله. يعني انت لو مسكت مقص او مسكت اي اله وتقص ساق قمح هتلاقيها من النص كده ايه؟ فاضيه، ما فيهاش ايه؟ حاجه ايه؟ سدها. يبقى ساق اسطوانيه قائمه ناعمه او خشنه جوفاء باستثناء العقد. يعني ايه العقد؟ انا السلميات بين السلميه والتانيه فيه عقده، العقده دي هي اللي بتبقى ايه؟ مقفوله. ليه؟ لان اسمها عقد وسلميات. ديت احنا ممكن تشوفها اكتر ايه؟ وتبقى واضحه معاك لما تمسك عود قصب. رحت اشتريت عود قصب بتلاقيه متقسم ايه؟ لعيدان او ايه؟ عقل. العقله بين العقله والعقله والسلميه والسلميه فيه مسافه بينهم الاثنين، منطقه الالتصاق، بتسمى العقده. بتسمى ايه؟ العقده. هي ديت اللي بتكون مصمطه فين؟ في ساق القمح. يبقى الساق عندنا ساق اسطوانيه قائمه ناعمه او خشنه جوفاء باستثناء ايه؟ العقد. وتتكون الاشطاء من البراعم الموجوده باباط الاوراق. يعني ايه اشطاء؟ الشطأ اللي هو يعتبر الفرع. يعني القمح عندي ايه؟ بيفرع. ايه؟ وذكرت ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران كمثل حبة انبتت سبع سنابل. ازاي انبتت سبع سنابل؟ ليه؟ لان هي طلعت عود وتكون جنب العود ده ايه؟ ست اشطاء تانيين زائد العود الرئيسي، فاصبح عندي سبع ايه؟ سنابل. يبقى هي دي الاشطاء ايه؟ اللي بتتكون من اباط ايه؟ الاوراق على العقد التاجيه اسفل سطح الارض، وتنشا الاشطاء من البرعم الثاني والثالث. يعني البرعم الثاني والثالث بتتكون ايه؟ الاشطاء اللي بتشيل ايه؟ السنابل في محصول القمح. تعالى في الوصف النباتي هنشوف ايه كمان؟ الاوراق. الاوراق توجد ورقة واحدة عند كل عقدة، تتكون الورقة الخضرية من غمد كامل. يعني ايه غمد كامل؟ يعني اللي هي المنطقة اللي ملفوفة او لفة حوالين الساق، وبعد كده بتطلع منها الورقة ايه؟ الشرطية. توجد ورقة واحدة عند كل عقدة، تتكون الورقة الخضرية من غمد كامل من اسفل ومنشق على طوله من الجهة المقابلة للنصل، والنصل ضيق الى رمح شريطي. النصل ضيق الى رمح ايه؟ شريطي. تعالوا نشوف النورة. ايه هي النورة؟ زي ما شفناها في الاول نتكلم عنها، اللي هي السنبلة. النورة في القمح هنا تسمى ايه؟ سنبلة. الجزء الاقتصادي في المحاصيل الحقلية لابد ان تكون ملما به. عارف النورة في القمح اسمها ايه؟ سنبلة. في الارز اسمها داليا. في الذرة بنقول عليها ايه؟ كوز. في القطن بنقول عليها ايه؟ لوزة. يعني الجزء الاقتصادي او النورة الظهر اللي هي بتطلع ايه؟ اللي بتتسمى ايه؟ بيه. يبقى النوره عندي هنا اسمها ايه؟ سنبله. تعال نشوف بتتكلم معانا عن ايه؟ سنبله تحمل 10 الى 30 سنيبله. يعني الحته الصغيره لما امسك السنبله على طول المحور بتاعها بلاقي في اماكن خارجه كده. الجزء اللي خارج ده بتتكون فيه الازهار اسمه سنيبله. يبقى المحور بتاع السنبله الرئيسي وطلع عليه ايه؟ سنيبلات. السنيبلات عددها معايا من 10 الى 30 ايه؟ سنيبله، ويتراوح طولها ما بين 5 الى 12 ونص سنتي، والسنيبلات فرديه جالسه عند نهايه كل سلميه. يعني الزهره قاعده، السنيبله قاعده ايه؟ على المحور، ملهاش ايه؟ عنق ايه؟ طويل. وسنيبلات فرديه جالسه عند نهايه كل سلميه مرتبه بالتبادل على محور ايه؟ السنبله. طبعا احنا عارفين الترتيب ايه؟ بالتبادل. يبقى واحده في الناحيه اليمين
فوقيها واحدة في الناحية الشمال، بعديها واحدة في الناحية اليمين، في مسافات بين كل واحدة والتانية حسب التبادل بتاعها على محور السنبل. الحبة، الحبة اسمها ايه في القمح؟ الحبة في القمح اسمها برة. الحبة في القمح اسمها برة، حبوب القمح، حبة القمح اسمها برة. تعالوا نشوف الحبة في القمح برة بيضية، يمتد مجرى بوسط الحبة، يعني الحبة مقسومة نصين، فيها مجرى زي المجرى المائي، زي انت لما تحط صوابعك جنب بعضها بين الصابع والتاني في مجرى، هو ده المجرى، بيبقى موجود في بطن الحبة او ظهر الحبة. برة بيضية يمتد مجرى بواسطة الحبة من القمة الى القاعدة بالجهة البطنية للحبة، محدبة من السطح الزهري والغلاف الثمري مجعد على الجنين. يعني الغلاف الثمري مجعد فيه تجعيد اللي هي موجودة على الجنين. طبعا في لون حبة القمح بيختلف من صنف الى التاني، بحيث ان فيه لون بلاقي لونه بني، وفي واحد ذهبي، في واحد قهرماني، اللي هي اصناف الديورم كلها بيبقى اللون بتاعها قهرماني. ده راجع لشكل الغلاف بتاع الحبه ونوع الاندوسبرم اللي موجود داخل الحبه. تعالوا مع بعض نشوف فيديو بيوضح لنا شكل القمح وهو مزروع في الارض. زي حضراتكم ما شايفين معايا، ده محصول القمح. الكاميرا بتقرب معانا على شكل السنبله. يعني انت رايح مدرستك، جاي من المدرسه، رايح اي مشوار، راكب عربيه او ماشي على رجليك وعديت من جنب غيط او جنب حقل مزروع قمح، ادي القمح عندك. ده شكل السنبله والشكل العام لمحصول القمح زي حضراتكم ما احنا شايفين مع بعض. هنشوف مع بعض في القمح. ادي شفنا السنبله وهنشوف الاوراق، هنقرب ونشوف الاوراق وهنشوف الساق من تحت. دي قمح بسم الله ما شاء الله في مزروع عندنا هنا في مصر في الأراضي الجديدة، يعني ده خير أرضنا الجديدة، مزروع في الجبل في التربة الرملية. وبالتجارب العلمية دلوقت أصبح يمكن زراعة القمح على نظام الري بالتنقيط، مع أن القمح من الزراعات الكثيفة اللي لما استخدم لها نظام الري استخدم نظام الري بالرش، سواء كان الري بالرش ثابت أو الري بالرش المحوري في الأراضي الجديدة، ولكن ممكن دلوقتي أزرعه فين؟ أزرعه على خراطيم الري اللي هي الخراطيم بالتضقيط. واحنا هنقرب لحضراتكم بكاميرا، شايفين تكوين الأشطاق، وادي الخرطوم الري، وادي الأشطاق متكونة. لما نركز شوية عند الجذر كل عود كده هتلاقي كل عود طالع من جنبه تلات أربع فروع تانية. ده شكل القمح بصفة عامة زي حضراتكم ما شفتوا معانا في الفيديو. تعالى بعد كده نشوف مع بعض أهم الأصناف، أهم أصناف القمح. عندنا هنا في مصر نوعين من القمح مهمين جدا بيزرعوا. إيه هما النوعين دول؟ نوع قمح بيستخدم في صناعة الخبز اللي بيتغذى عليه الإنسان، والنوع الثاني بيستخدم في صناعة المكرونة. يعني لما أقعد أتكلم على أصناف القمح أو هشتري شكارة قمح أشوف نوع القمح ده، قمح خبز ولا قمح مكرونة؟ ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده؟ هقول لك الفرق بين ده وبين ده، ان قمح المكرونه نسبه الجلوتين فيه عاليه وبتشد شديده، عشان كده بيستخدم في صناعه المكرونه. تلاقي انت لو صنعت منها مكرونه الاسباجيتي تلاقي عود الاسباجيتي طويل، او ممكن تستحمل معايا القص والتشكيل حسب نوع المكرونه اللي انا بصنعها. عكس الخبز، الخبز الجلوتين ضعيف، فتبص تلاقي ما ينفعش ان انا اعمل منه عود مكرونه زي المكرونه الاسباجيتي. بالبلدي كده ست البيت لما كانت تقعد تخبز زمان وتعمل عيش في البيت تقول لك العرق بتاعها شديد. يعني ايه العرق بتاعها شديد؟ يعني بتمط معاها وهي بتخبز، لما تقعد تخبز وهتحطه في الفرن فالعرق بتاعها شديد. تفرط الرغيف من دول، بعد ما يفرط يبدا يلم معاها تاني. ليه؟ لان العرق بتاعها شديد. دي اصناف الديورم او اصناف المكرونه. تعالوا نشوف مع بعض أهم الأصناف. أولا قمح الخبز، ومن أهم أصناف قمح الخبز ستس 1 وستس 12 وستس 14، جيزة 168، جميزة 10، جميزة 11، سخ 94، شندويل 1، مصر 1 ومصر 2. خلي بالك معلومة مهمة عايزك تعرفها. إيه هي؟
ان اصناف القمح اذا كان يحمل اسم محطه بحوث فده قمح خبز، اللي بيحمل اسم ايه؟ محطه بحوث. يعني احنا عندنا سيتس وجميزه وسخه وشندويل، دي محطات ايه؟ بحوث. طيب مصر واحد ومصر اتنين، هقول لك مصر واحد ومصر اتنين ده صنف مصري تم انتاجه في دوله ايه؟ اوغندا. ليه عملنا عليه اصناف؟ لما طلع العفن الاسود اللي بيصيب القمح، فاحنا عايزين صنف مقاوم، حزام المقاومه بتاعه كبير، يقدر يقاوم ايه؟ العفان ديت والاصداء اللي هي بدات تنتشر اليومين دول. فانتجنا صنف مصر واحد واثنين في بلد ايه؟ بعيد عن مصر، اللي هي اوغندا، بحيث ان حزام المقاومه بتاعه حزام ايه؟ يكون كبير، بحيث ان لو جات لي اصداء لا قدر الله او الاعفان السوداء يقدر الصنف ايه؟ يقاومها. يبقى انا عندي هنا في اصناف اقماح الخبز كل صنف يحمل اسم محطه بحوث، اذا فهو قمح ايه؟ خبز. معاه صنف مصر واحد ومصر اثنين، اللي هي ستس واحد، ستس 12، ستس 14، جيزه 168، جميزه 10، جميزه 11، سخ 94، شندويل واحد، مصر واحد ومصر اثنين، دي اصناف ايه؟ خبز. لما نيجي نخش على اصناف المكرونه هنلاقي حاجه ايه غريبه. ايه هي؟ ان اصناف اقماح الخبز منتشره على مستوى ايه؟ الجمهوريه. لما نجيب ستس واحد محافظه بني سويف، محطة بحوث محافظة بني سويف مصر الوسطى، لما نروح للجميزة، جميزة في محافظة ايه؟ محطة بحوث في ايه؟ في الغربية، لما نروح لشندويل فين؟ في سوهاج. يعني مجال الانتشار بتاع أقماح الخبز ايه؟ واسع. ولكن تعالوا نشوف مع بعض أقماح ايه؟ الديورة، اللي هي قمح المكرونة، اللي خلانا اختلفنا في الأصناف. ومن أهم أصناف قمح الديورة اللي هو المكرونة، بني سويف واحد وبني سويف خمسة، بني سويف ستة، سوهاج خمسة، ستراك ايه؟ سوهاج. الله، ده أخد أسماء محافظات، اسم ايه؟ محافظة. يعني بني سويف واحد، بني سويف خمسة، بني سويف ستة، سوهاج خمسة، ستراك ايه؟ سوهاج. كل أصناف المكرونة كده خدت اسم ايه؟ محافظة. ولكن في أصناف الخبز كانت واخدة أسماء ايه؟ محطات. معادها محطة بحوث الجيزة وإيه؟ ومصر واحد ومصر اتنين. طيب إيه في حاجة إيه اللي تفرق بين قمح الديورة وقمح الخبز معايا من ناحية الأصناف؟ قمح الخبز معايا كان واسع الانتشار على مستوى إيه؟ الجمهورية، بحيث إن كل محطة بحوث على مستوى الجمهورية قدرت إنها تنتج صنف باسمها. زي ما قلنا الجميزة في محافظة الغربية، وقلنا شندويل في سوهاج، وسيتس في بني سويف، كل محطة قدرت تطلع ايه؟ اصناف. ليه؟ لان اصناف الخبز واسعة ايه؟ الانتشار. لكن لما نبص لاصناف قمح الديورة اللي هو المكرونة معانا هنا، هنلاقيها مقتصرة على اسماء محافظات، محافظتين بني سويف وسوهاج، اللي هو بني سويف واحد، بني سويف خمسة، وبني سويف ستة، وسوهاج خمسة، وستراك ايه؟ سوهاج. ليه؟ لان قمح المكرونة الديورة لا يجوز زراعته في الوجه البحري، لا يزرع في الوجه البحري نهائيا. ليه؟ لانه لا يتحمل الاصابه بالاصداء، ولكن يزرع في محافظات الوجه القبلي لانه بيحب درجه الحراره ايه؟ العاليه. واقماح المكرونه بتاعت مصر من اجود انواع الاقماح الموجوده لصناعه المكرونه على مستوى ايه؟ العالم، بحيث بينتج منها السيمولين او الفرينه اللي بيستخدموا في صناعه ايه؟ المكرونه. بل كميه الانتاج كلها معظمها بتاخدها منها ايه؟ ايطاليا، علشان الجماعه الطليان بيحبوا المكرونه، فبيحبوا يجيبوا ايه؟ انضف انواع السيمولين اللي هي موجوده، وهي موجوده عندنا في مصر من اصناف القمح ايه؟ بتاعتنا. يبقى احنا زي ما عرفنا اصناف قمح المكرونه الديورة معايا، بني سويف واحد، بني سويف خمسه، بني سويف سته، سوهاج خمسه، وستراك ايه؟ سوهاج. يعني لما اجي اشتري الشكاره عند بتاع التقاوي، لما الاقي مكتوب عليها اسم محافظه بني سويف او سوهاج، اعرف ان ده قمح ايه؟ مكرونه. ولكن اذا خالف الاسم هذه الاسماء اذا فهو قمح ايه؟ خبز. تعالوا نشوف النقطه اللي جايه، التربه المناسبه. ايه هي التربه المناسبه اللي انا بزرع فيها ايه؟ القمح. تجود زراعة القمح في الأراضي الطينية والطمية الخصبة، وتنجح زراعته في الأراضي الرملية زي ما شفناها في فيديو إيه من شوية، في الأراضي الرملية والرملية الطمية، ولا يجب زراعته في الأراضي الملحية والقلوية سيئة الصرف. يبقى هنا القمح ما بيوجود معايا في كل الأراضي كده، ولكن نوعين أراضي ما بينفعش فيهم، اللي هي الأراضي الملحية والقلوية سيئة الصرف. ليه؟ لأن الجذور بتاعته بتبدأ إيه؟ تتأثر بإيه؟ بمستوى الماء الأرضي إيه؟ العالي، أو بنسبة الملوحة، فبالتالي المحصول بتاعك مش هيكون محصول اقتصادي، وهيسبب لك إيه؟ خسارة. بحيث إن إحنا لما بنقول متوسط إنتاج
القمح في الأراضي الطينية 18 أرداب السنة دي، يبقى ده المتوسط الأراضي التينية. لما أقول من 12 ل 14 أرداب الأراضي الجديدة، يبقى الأراضي إيه جديدة. ما نزل بعد ذلك أو ما انخفض بعد ذلك، لما أقول من 8 ل 10، تبقى للأراضي سيئة الصرف والأراضي إيه الملحية. تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده مع بعض، ميعاد الزراعة. وإحنا في سنة أولى اتفقنا هنفرق بين حاجتين، حاجة اسمها ميعاد الزراعة وحاجة اسمها موسم الزراعة. موسم الزراعة ده الموسم اللي أنا بزرع فيه، سواء كان صيفي أو شتوي، يعني بزرع في الحر أو في البرد. المحصول اللي بزرعه في الفصل الصيف بسميه محصول إيه صيفي، والمحصول اللي بزرعه في فصل الشتاء بسميه محصول إيه شتوي. وقلنا هنعرفهم إزاي، لما قلنا تعريف المحصول الصيفي هو المحصول الذي يقضي فترة حياته أو طول فترة حياته في فصل الصيف، والمحصول الشتوي هو المحصول الذي يقضي فترة حياته أو طول فترة حياته في فصل إيه الشتاء. فانا لابد ان افرق بين ايه الكلمتين دول، بين ميعاد الزراعه وبين موسم الزراعه. فميعاد الزراعه عندي انا بديله رقم منتسب الى شهر، ولكن موسم الزراعه بنسبه الى موسم اللي هو او فصل الفصول ايه الاربعه، الشتوي يبقى بيزرع ايه في الشتاء. لما اقول قمح ربيعي يبقى بيزرع في ايه في فصل الربيع، لما اقول قمح صيفي بيزرع فين في فصل الصيف. تعالوا نشوف ميعاد الزراعة معانا وهندي له رقم اللي هو خاص بمحصول القمح عندنا هنا في مصر. تعالوا نشوف مع بعض. أنسب ميعاد للزراعة في الوجه البحري من 15 إلى 30 نوفمبر، وفي الوجه الإبلي من 10 إلى 25 نوفمبر. يعني إحنا إدينا مع بعض هنا هوت إيه أرقام، إدينا أرقام، إدينا رقم من 15 إلى 30 في الوجه البحري، 15 إلى 30 إيه؟ اللي هو نوفمبر اللي هو شهر إيه؟ 11. ومن 10 الى 25 نوفمبر اللي هو برضو شهر ايه 11، ده في الوجه ايه الابلي. يبقى انا انسب ميعاد لزراعه القمح عندي ميعادين، في الوجه الابلي بيزرع من 10 ل 25، في الوجه البحري من 15 ل 30 ايه نوفمبر. تعالوا نشوف النقطه اللي بعد كده، طرق الزراعه. يعني ايه طرق الزراعه؟ يعني الطريقه اللي انا بحط بيها البذره في المهد بتاعها او في التربه. يبقى الطريقه او العمليه اللي بقوم بوضع البذور بيها فين؟ في التربه. طيب انا عندي في القمح في طريقه واحده؟ لا، ده انا عندي القمح في عده طرق، المحصول الوحيد اللي تنوعت فيه طرق ايه الزراعه. يعني هسمع حاجه اسمها عفير بدار وهزرع، وممكن ازرعه احرياتي، وممكن ازرعه عفير تصير، وممكن ازرعه في السطور. يعني كل حاجه، كل طرق الزراعه تناسبت مع محصول ايه القمح. تعالوا نشوف مع بعض طرق الزراعه. انسب طرق لزراعه القمح رقم واحد الزراعة العفير بدار. يعني عفير بدار، قلنا الزراعة العفير هو وضع البذرة جافة في أرض جافة ثم إيه أرويها، بمعنى إن أنا بحرت وببدر التقاوي كده إيه اسمه عفير بدار، وبعد كده أروي. طيب الزراعة العفير تسطير، العفير تسطير بحرت الأرض بجهزها وبستخدم السطارة في وضع البذرة في الأرض وبعد كده إيه أروي، دي زراعة إيه عفير تسطير. طيب الزراعة الحراتي، قال لك لا الزراعة الحراتي هنا ايه تختلف، قال لك يتم زراعة بذرة منقوعة في الماء في ارض سبق ايه ريها. يعني انا بروي الارض الاول ولما تبدا تجف معايا ابدا ازرع فيها ايه محصول القمح بتاعي او بذور القمح بعد نقعها ايه في الميه، دي اسمها طريقة ايه الحراتي، او الارض بيكون فيها نسبة ايه من الرطوبة. رقم اربعة الزراعة في جور على مصاطب. يعني ايه جور على مصاطب؟ يعني انا بعمل خط، العرض بتاع الخط بتاعي بيكون 120 سنتي، دي بسميها ايه مصبة، ببدأ ازرعه في جور. الجور ديت كل جورة او كل يبقى فيها 3 4 حبات او 5 ايه حبات حسب سرعة ايه وفنية ايه العامل اللي هيقوم ايه بالزراعة. يبقى انا عندي 4 طرق رئيسية بزرع بها القمح هنا في مصر: الزراعة العفير بدار، العفير تصير، الحراتي، الزراعة في جور ايه على مصاطب. الزراعة على مصاطب دي شكل المصطبة، دي شكل المصطبة زي حضراتكم ما شايفين. الخط عرضه 120 سنتي. يعني ايه 120 سنتي؟ يعني انا كل فجاجين او في الخطات بتاعي شلت فجاج من بين كل اتنين. ليه؟ لان المسافة بين الفجاج والتاني بيعمل لي خط حوالي 61 ايه سنتي. لما انا اشيل واحد من النص هيبقى يطلع لي ايه مصطبة مساحتها 120 سنتي زي ما احنا شايفين مع بعض في الصوره. ده شكل الجور، هتبص تلاقي كل شويه قمح متجمعين وطالعين مع بعض، دي اسمها جوره،
دي اسمها ايه؟ جوره، ومتوزعه على ظهر ايه؟ المصاطب زي ما احنا ايه شايفين. طيب هنشوف مع بعض الفيديو ده بيوضح لنا الزراعه التسطير. ايه هي الزراعه التسطير؟ ان انا بجهز الارض بتاعتي، بحرتها وبنعمها وبسويها، وبجيب حاجه اسمها السطاره بتشتغل عن طريق الجرار زي حضراتكم ما انتم شايفين كده، وببدا افضي شكاير القمح في السطاره. هنشوفها خطوه بخطوه في عمليه ايه؟ الزراعه بالتصدير. هنبدا نفضي الشكاير بتاعتنا. الشكاره دي وزنها 25 كيلو، هملى الصندوق بتاع السطاره بالكامل، وهبدا اسوي القمح علشان القمح يبقى بسوي واحد، او يعني ايه زي المسطره كده، قصد كل مزراب. ليه؟ لان المزاريب بتاعه القمح او بتاعه التقاوي او انبوبه التقاوي لما تاخدها في الهندسه الزراعيه وهتاخد الشكل التفصيلي بتاع السطاره في الهندسه الزراعيه، هيقول لك ده المزراب بتاع التقاوي، بيخش على انبوبه التقاوي اللي هي بتوصل الحبيبات التقاوي جنب ايه؟ جنب سلاح المحرات تحت الخاص ايه بالسطاره، اللي هي بتقوم بتخطيط الحبوب بتاعتها ايه وهي ماشيه. زي حضراتكم ما شايفين احنا دلوقتي بنعبي السطاره بتاعتنا بحبوب ببذور القمح علشان نقوم بعمليه ايه؟ الزراعه تسطير. المحتوى بتاع السطاره ديت، الصندوق ده بياخد كام كيلو؟ بياخد 125 كيلو. زي ما حضراتكم شايفين، شفت الارض محروته وجاهزه ومتنعمه. ليه؟ علشان خاطر لما ازرع بالسطور بتاعتي تطلع السطور ايه؟ سليمه ومتوازيه وما يبقاش فيها ايه؟ اي اختلاف، ويبقى النبات واخد كل الفرص البيئيه للجو، يعني الفرص البيئيه ليه؟ من الضوء والهواء وكل ايه حاجه، ولما اوزع السماد اوزعه ويبقى نازل توزيع ايه؟ سليم. زي حضراتكم ما شايفين احنا كده ملينا ايه؟ السطاره بتاعتنا. هنقفل الصندوق وهنبدا نشغل السطاره. ايه اللي بيشغلها؟ بيشغلها ايه؟ الجرار. دلوقتي قبل ما ابدا الشغل بعمل حاجه اسمها ايه؟ معايرة السطارة. يعني ايه معايرة السطارة؟ معايرة السطارة ان انا بتأكد من ان جميع الانابيب، زي حضراتكم ما شايفين ركزوا معانا في الصورة، ان جميع الانابيب بتنزل حب ايه؟ قمح، بتنزل بذور ايه؟ قمح. طيب عن طريق ايه؟ هي بتستمد الحركة بتاعتها من العجلة اليمين للسطارة، فطبعا المهندس بيلف العجلة وبيشوف التقاوي بتنزل ايه؟ من المزاريب ولا لا، او بتنزل من انابيب البذور. ادي الجرار اشتغل مشي كده، اسمها الزراعه تسطير. زي حضراتكم ما شايفين جرار ماشي، شايفين شكل السطور اللي هي طالعه من وراه ديت، هيطلع لما يتم الري والانبات هتلاقي القمح طالع معاك ايه في سطور، يبدا راح باول مشوار وراجع ايه بالمشوار الثاني زي حضراتكم ما شايفين معايا. يبقى ديت عملية الزراعة ايه؟ تسطير. ودي مهمة جدا جدا جدا، لان 90% من المزارع في جمهورية مصر العربية دلوقت لجأ للزراعة ايه؟ تسطير. علشان كده احنا ركزنا مع حضراتكم ايه فيها، علشان تقدروا تشوفوها وتقدروا تحكموا عليها وتعرفوها. شايفين ورا الجرار في المشوار الثاني كل السطور بتاعت القمح بقت ايه؟ واضحة ايه معانا، وراجع بالمشوار تاني رايح جاي لحد ما يخلص المساحة ايه بتاعته. يبقى احنا مع بعض كده شفنا عملية الزراعة التسطير. تعال نتنقل للنقطة اللي بعد كده. النقطة اللي بعد كده معدل التقاوي. طيب احنا زرعنا عفير بودار وعفير تسطير وحراتي، وزرعنا فجور على مصاطب. طيب كمية التقاوي الفدان هياخد مني قد ايه؟ طيب انت قلت لي يا مستر الصندوق بتاع السطارة ده بياخد 125 كيلو، يعني بياخد خمس شكاير، وزن الشكارة 25 كيلو. طيب احنا دلوقتي انا كميه التقاوي بتاع الفدان، انا عندي فدان، هل هحط له ال 125 كيلو علشان السطاره ايه تشتغل؟ لا، هنقول لك دلوقتي معدلات التقاوي بالنسبه للاصناف المزارعه في مصر، سواء كان قمح مكرونه او خبز، حسب ايه نوع الارض وطريقه الزراعه. انسب معدل للتقاوي رقم واحد، يحتاج الفدان من 40 الى 60 كيلو جرام في الزراعه ايه العفير. يبقى الفدان هنا في الزراعه العفير هيحتاج كام؟ من 40 الى 60 كيلو جرام حسب طريقه الزراعه ايه العفير. رقم 2، يحتاج الفدان حوالي 70 كيلو جرام في الزراعه الحراتي،
والزراعة الحراثي بنقول عليها الزراعة ايه التخدير، يعني بتلاقي المزارعين والفلاحين المصريين لما بيقول لك انا زرعت القمح عندي السنة دي تخدير يبقى زرعه ايه حراثي. طيب ليه كمية التقاوي زادت في الحراثي عن العفير؟ العفير قال لك من 40 ل 60، طب ليه من 40؟ 40 لان الستاره لو هستخدم ستاره هياخد 40، طب 60 لو انا هعمل عفير بدار هبدر انا ايه بايدي، فطبعا انا مش هقدر اتحكم في كميه التقاوي اللي هي خارجه ايه من ايدي اثناء ايه البدار، فكميه التقاوي بتزيد ايه شويه. طيب انت وصلت هنا ل 70 كيلو جرام في الزراعه الحراثي اللي هي التخدير، طب وصلت ليه ل 70 كيلو؟ هقول لك لان انا بزود كميه التقاوي لان الارض انا برويها، واول ما تبدا تجف شويه ابدا احرقها تاني وابدر التقاوي فيها واكبسها باي ايه حاجه بالقصبيه او بخشبه كبيره ابدا اكبس ايه البذره، فطبعا بذور الحراتي كده مش نازله على عمق واحد، هتلاقي في واحده نازله تحت على 10 سم، في واحده ممكن تنزل على 15 سم، ففي جزء منها ايه ممكن يموت وايه وما يطلعش. ليه؟ لان نسبه الرطوبه ممكن ما تكون غير كافيه ايه للانبات، فبالتالي في الطريقه الحراتي انا زودت ايه كميه التقاوي لضمان الكثافه ايه النباتيه او المحافظه على الكثافه النباتيه او المعدل الامثل للنباتات في وحده ايه المساحه. تعالوا نشوف بعد كده الري. ايه هو الري؟ عرفناه قبل كده وقلنا الري هو اضافه الماء الصالح للتربه والنبات لاتمام فتره او اكمال فتره ايه حياته. ما فيش حد فينا يقدر يعيش من غير ما يشرب ميه، فانا بضيف الميه بضيفها لمين الاول؟ بضيفها للتربه. ليه؟ لان النبات منزرع فين؟ في تربه، ما اقدرش اقول اضافه الماء للنبات. طيب هتضيفه للنبات فين؟ فانت لابد لما تيجي تعرف كلمه الري هتقول هو اضافه الماء الصالح للتربه والنبات، ولابد من كلمه ايه صالح. ليه؟ لان انا عندي ماء مالح، الميه المالحه بتاعت البحر ينفع اخدها اروي بها المحاصيل؟ ما ينفعش، فمش اي ميه انا ايه هضيفها. مياه الصرف الصحي ينفع اخدها اروي بها المحصول بتاعي؟ لا ما ينفعش، لابد من معالجه ايه مياه الصرف قبل ايه الاضافه بتاعتها. فهنا كده اعرف كلمه ايه الري هو اضافه الماء الصالح للتربه والنبات لاكمال فتره ايه حياته. تعالوا نشوف معدل الري هيكون قد ايه. رقم واحد، يحتاج فدان القمح من 4 إلى 5 ريات في الوجه البحري. 2، يحتاج فدان القمح من 5 إلى 6 ريات في الوجه الإبلي. ليه كده؟ في هنا الوجه البحري من 4 لـ 5 وفي الوجه الإبلي من 5 لـ 6. ليه الوجه الإبلي زادت رية؟ هقول لك في الوجه الإبلي زادت رية علشان ارتفاع درجة الحرارة، فالقمح من المحاصيل الحساسة جدا لدرجة الحرارة والحساسة جدا للعطش. ممكن لو المية غابت عنك شوية والمحصول حصل له عطش، العطش بيعمل ستريس بيأثر لك على ايه على كمية إيه المحصول. فاحنا هنا في الوجه القبلي زادت ريه. ليه؟ لان في الوجه القبلي بترتفع درجة الحرارة وتسمى رية المحياة التشتية. ايه هي رية المحياة؟ يعني ايه رية محياة او التشتية؟ رية المحياة ديت اللي هي اول رية بديها للمحصول بعد الزراعة. يعني انا زرعت ورويت، تمام، اللي هي رية ايه الزراعة، أول رية هياخدها النبات عندي بعد ما بينبت من الأرض اسمها رية المحياة، بتختلف في المسمى بتاعها من محصول إيه للتاني. على سبيل المثال عندنا هنا في القمح اسمها رية المحياة اللي هي التشتية، ولكن لو رحنا المحصول القصب هنلاقي اسمها البوغة. لما أسمع كلمة البوغة يبقى دي رية المحياة بتاعت إيه القصب، ولكن لما أقول تشتية أو شتيت التشتية ديت اللي هي إيه رية المحياة الخاصة إيه بمحصول القمح. وليه سموها التشتية؟ لأنها بتيجي في نهاية شهر 12 وبعدها بتخش على السدة إيه؟ الشتوية. التسميد، إيه هو التسميد؟ التسميد هو إضافة العناصر الغذائية إيه للنبات للحصول على الناتج الاقتصادي وإعطاء أعلى إيه محصول. يعني أنا بضيف عناصر غذائية للنبات خصوصا في الأراضي الرملية والأراضي الفقيرة في العناصر الغذائية. ببدا اضيف السماد بتاعي سواء كان عناصر كبرى او عناصر ايه صغرى، بضيفها في صوره ايه سنبات، بضيفها بالطريقه المناسبه، ممكن اضيفها رش، ممكن اضيفها ايه نسر او تكبيش جنب ايه جنب النباتات حسب الطريقه بتاعتنا. ايه هو التسميد في القمح؟ نشوف المعدلات بتاعه. انا عندي فدان قمح هستخدم له قد ايه مع بعض تسميد؟ تعالوا نشوف مع بعض. رقم واحد، يحتاج فدان القمح الى 20 متر مكعب سماد بلدي. 20 متر مكعب سماد بلدي. ايه هو السماد البلدي؟ اللي هي
مخلفات الحيوانات اللي هو روث وبول الحيوان، لما عملت له فرشة ضفت عليه تراب او ضفت عليه مثلا ايه تبن او عيدان ذرة مفرومة، تمام، ده بيتسمى ايه سماد بلدي. واجمعه ده سماد ايه البلدي، يبقى عندي الفدان بيحتاج من 20 بيحتاج 20 متر مكعب سماد ايه بلدي، ويضاف 100 كيلو جرام سوبر فوسفات الكالسيوم اللي هو 15% فوق 2 ألف 5. ايه هو السوبر فوسفات؟ اللي بيديني عنصر الفوسفات او العنصر ايه الكالسيوم بيسمى فوق 2 ألف 5. يبقى انا بضيف 100 كيلو جرام سوبر فوسفات، ده اثناء اعداد الارض للزراعه. يبقى السماد البلدي والسوبر فوسفات بيتم اضافته ايه اثناء اعداد الارض ايه للزراعه. ثلاثة، ويضاف 163 كيلو جرام يوريا 46، ويفضل إضافة السماد الأزوتي على دفعات. يعني أنا هنا هضيف يوريا أو ممكن أضيفها في صورة نطرات نشادر، هضيف 163 كيلو جرام يوريا، ويفضل إضافة السماد الأزوتي على دفعات. يعني أقول الدفعة الأولى مع رية المحياة، الدفعة الثانية بعد بعد الأولى ب20 يوم، وممكن أضيفه إيه على 3 دفعات. طبعا لو في الأراضي الجديدة لما أضيف السماد الأزوتي أضيفه على أكثر من دفعة، يعني ما ينفعش دفعتين أو 3 في الأراضي الرملية، علشان خاطر هي ما بتحتفظش بالمية وبالمادة الغذائية، فبضطر أقلل الكمية وأزود عدد إيه الدفعات في الأراضي إيه الجديدة. نخش بعد كده على النقطة الثانية، مكافحة الحشائش. أنت دلوقتي هتكافح حشائش القمح. إيه هي الحشائش؟ قلنا الحشيشة إن هي عبارة عن أي نبات عشبي ينمو في مكان غير مرغوب فيه وليس له أهمية إيه اقتصادية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا قلنا إدينا مثل للنجيل، قلنا ممكن النجيل أستخدمه في المشتل وأزرعه كمحصول وأستخدمه في زراعة الملاعب والمسطحات الخضراء في الجناين. في الحالة دي بقى له أهمية اقتصادية، فإذا أقول عليه إيه محصول. ولكن لو ما يطلع عندي في وسط الذرة أو في وسط القمح أو في أي المحاصيل في مكان أنا مش عايزه فيه، ففي الحالة دي أصبح إيه عندي حشيشة. على سبيل المثال محصول القمح معايا، محصول القمح محصول زرعه على نطاق واسع وله أهمية اقتصادية كبيرة، أنا هاخد الحبوب بتاعته أتغذى عليها والتبن اللي هيطلع هغذي عليه المشية عندي في المزرعة. ولكن بعد زراعة القمح أنا شلت القمح من الأرض وزرعت مكانه ذرة، لقيت بعض عيدان القمح نمت في إيه؟ في حقل الذرة عندي، ففي الحالة دي القمح بعامله معاملة إن هو حشيشة وليست إيه محصول. ليه؟ لأنه هو نمى في ميعاد غير مرغوب فيه وفي وقت وفي مكان غير مرغوب إيه فيه، طلع في وسط القمح في وسط الذرة أنا مش عايزه في وسط إيه الذرة، أنا مش هقدر أستفاد منه إيه بحاجة، إذا بعامله هنا معاملة إيه الحشيشة. فتعالوا نشوف مع بعض مكافحة الحشائش في القمح. ينتشر في القمح مجموعة من الحشائش عريضة الأوراق وضيقة إيه الأوراق، ويفضل مقاومة الحشائش عن طريق المقاومة الميكانيكية والمقاومة إيه الكيماوية. يعني إيه عريضة الأوراق؟ يعني الحشيشة اللي الورقة بتاعتها إيه عريضة زي كف الإيد بنقول عليها إيه راحية، زي إيه؟ زي السريس، زي القبر، زي لسان الحمل، زي إيه حاجات كتير. طيب ايه هي ضيقة الاوراق؟ هقول لك ضيقة الاوراق زي النجيل، زي الزمير، زي الفلارس، زي ديل القط، دي حشائش ضيقة ايه الاوراق. ليه احنا قسمنا الحشائش ضيقة اوراق وعريضة الاوراق؟ علشان لما اجي في النقطة التانية اللي هي في المقاومة الميكانيكية المقاومة الكيماوية بستخدم نوع المبيد المناسب. يعني انا لما استخدم مبيد للحشائش عريضة الاوراق يبقى انا ما ينفعش ارشه في محصول عريض ايه الاوراق. ليه؟ لان هيقتل لي المحصول وهيقتل لي الحشيشه عريضه الاوراق. ولكن انا لما اقول هستخدم مبيد للحشيشه عريضه الاوراق للقمح، طب القمح من حشيشه ضيقه الاوراق يبقى هيقتل الحشيشه عريضه الاوراق وهيسيب لي الحشيشه ايه وهيسيب لي المحصول اللي هو ضيق الاوراق. فاحنا كده عرفنا الفرق بين الحشيشه عريضه الاوراق وضيقه الاوراق. يبقى المقاومه مقاومه الحشائش في القمح بتتم عن طريق حاجتين، مقاومه ميكانيكيه يعني هقلع بالايد، هشوف الحشائش اللي طالعه واروح اقلع الحشائش بالايد واجمعها واطلعها ايه بره الغيط ادفنها واولع ايه فيها. الحاجه الثانيه المقاومه الكيماويه ان انا بستخدم المبيد المتخصص او مبيد اختياري اللي هو ايه مقاومه إيه الحشائش دي. دي انواع الحشائش المنتشره في حقول القمح. الصامه، الصامه ديت حشيشه خطيره جدا 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 لانها شديده الشبه من محصول القمح
والبذور بتاعتها سامه. يعني لو انا عندي فدان قمح ولقيت الصامه دي فيها بكميه كبيره واقاومها ومش قادر اتخلص منها، بعد ما الغيط كله بتخلص من القمح ومن الصامه ايه كلها. ليه؟ لان دي البذور بتاعتها بذور ايه سامه يعني، فاللي هياكل من القمح اللي فيه الصامه ده ممكن يحصل له حاله ايه تسمم. تاني حشيشه اسمها الحندقوق، حشيشه ايه الحندقوق، حشيشه الزمير. حشيشه الزمير ده حشيشه مهمه بتطلع في القمح، بالرغم انها في امريكا بتعتبر محصول بتسمى ايه الشوفان، ولكن لما تطلع عندي هنا في القمح بتعمل لي تدهور للصفات الوراثيه للقمح عندي، وبتاثر على الانتاجيه وبتاثر على الجوده بتاعتي. ففي الحاله دي تعاملت معاها انها ايه حشيشه تسمى ايه الزمير، وحشيشه الزمير من الحشائش ضيقه الاوراق. الجعديد طبعا كلنا عارفين ايه حشيشه الجعديد، وفي ناس بيقول عليها الجلوون او الجلوين اللي هي حشيشه، واللبين دي حشيشه ايه الجعديد. الفلارس دي حشيشه من الحشائش ضيقه الاوراق، بيبقى زي دي السبله بتاعتها زي دي الفرفه اتسمت ايه فلارس. الشبيط والخبيزه طبعا عارفين احنا كلنا الشبيط بتطلع ثمره كده وانت ماشي في الحقل، ممكن ايه الشبيطه دي تشبك في ايه في الهدوم بتاعتك او في رجليك، بتبص تلاقي في الحيوانات الكنسة اللي هي الاغنام لما تنزل الارض عندك وترعى بقايا المحصول السابق، بعد ما بتجمع المحصول بتاعك بتلاقي الصوف بتاع الغنم كله فيه ايه شبيط، ودي من اخطر حاجة ان الغنم نزلت عندك في ارض فيها شبيط وراحت راعت في ارض نظيفة، هتسيب بذور الشبيط فالشبيط هيبدأ ايه يطلع في الارض ايه النظيفة. طبعا كلنا عارفين الخبيزة، ممكن الخبيزة ايه الانسان يتغذى ايه عليها، والسلق الافرنجي اخر حاجة في الصور معانا هنا في السلق ايه الافرنج. السلق الافرنج بيحسب برضو ايه من ضمن الحشائش عريضة ايه الاوراق. السلق الافرنج ازاي تعرفه؟ شفت نبات السبانخ، هو والسبانخ ايه واحد، وممكن برضو ايه في بعض الناس بتتغذى عليه زيه زي ايه زي السبانخ. انواع الحشائش من انواع الحشائش اللي موجودة معانا حشيشة العليق والزربيخ والحميد والزغلنت والجعضيض والخلة وضرس العجوز والقبر، يعني كل دي حشائش بتطلع ايه في القمح سواء كانت حشائش عريضة الأوراق أو ضيقة ايه الأوراق. طيب الحصاد، ايه هو الحصاد؟ الحصاد هو الحصول على الجزء الاقتصادي ايه للقمح. تعالوا نشوف الحصاد، ديت الحاجات اللي أنا بستخدمها في حصاد ايه القمح. ممكن أحصد يدوي، وممكن أحصد باستخدام الآلة، وممكن أحصد باستخدام الكومباين، وبعد كده بعمل له عملية ايه دراسة. طيب تعالوا نشوف مع بعض فيديو بيوضح لي عملية الدراس بالنسبة للقمح. أنا دلوقتي حصدت وجمعت القمح بتاعي في الجرن في صور قت زي انتوا شايفينه كده. أنا ربطة القمح ديت بنقول عليها قتة قمح أو غمر قمح، بربطه وأبدأ أجمعه جنب المكنة اللي أنا إيه بدرسها الدراس علشان خاطر أحصل على الجزء الاقتصادي. إيه هو الجزء الاقتصادي عندي في القمح؟ الجزء الاقتصادي اللي هو الحبوب. ايه الحبوب وايه تاني ممكن احصل ايه على التبن. فاحنا عاملين هنا زي حضراتكم ما انتم شايفين العمال بيبداوا يدوا للمكنه مكنه الدراس قد القمح والمشمع اللي حاطينه قدام ده علشان خاطر اجمع فيه ايه التبن وما يملاش عندي الارض. زي حضراتكم ما شايفين الغربال بتاعنا بتاع مكنه الدراس بدا ينزل حبوب القمح ايه عليه. يبقى انت شايف قطة القمح أو عيدان القمح بالسبل العامل حطها من ناحية، والناحية التانية بتبدأ تنزل إيه بعد الدراس بيروح جزء اللي هو التبن لوحده وتبدأ تنزل حبوب إيه القمح لوحديها زي حضراتكم ما إحنا شايفين مع بعض إيه في الصورة دي. زي ما حضراتكم شايفين ده عملية دراس إيه القمح أو الحصول على الجزء الاقتصادي. زي حضراتكم ما شايفين معانا في صورة واضحة ادي العامل بيدي عيدان القمح في صورة الربط اللي احنا اتفقنا عليها وقلنا ايه نوهنا عليها اللي احنا قلنا عليها ايه بقى اسمها ايه اسمها قتة قمح او غمر ايه قمح. زي ما انتم شايفين الحزمة مربوطة اهيت بيقطع الرباط بتاعها ويبدأ ايه يعملها. طيب الآلة بتستمد الحركة بتاعتها والقوة بتاعتها عن طريق الجرار عن طريق السيور اللي هي سيور نقل ايه الحركة ما بين الآلة الزراعية وإيه
والشغل بتاعك ومكانة ايه الدراسة. ده اسمه الجرن بقى. لما تسمع كلمة جرن هو ده جرن القمح، الجرن اللي انا جمعت فيه القمح ده وهدرسه علشان اخد الحبوب بتاعته، هو ده بقى اسمه ايه؟ اسمه الجرن. عرفنا كده مع بعض الجرن اللي هو ايه البتاع. نيجي بعد كده كمية المحصول اللي هي تطلع معانا. الفدان بيديني من 18 ل 24 أرداب، ووزن الأرداب 150 كيلو جرام، وحوالي 10 حمل تبن، ووزن حمل التبن 250 كيلو جرام، وتتوقف كمية المحصول على نوع الصنف ونوع التربة وعمليات الخدمة. يبقى احنا كده قلنا كمية المحصول الفدان كام من الحبوب؟ من 18 إلى 24 أرداب. وزن الأرداب ده مهم جدا عشان لما تروح تبيع للشونة أو تبيع للبنك أو تبيع للصوامع تعرف الوزن بتاعك. كل 150 كيلو جرام ده وزن أرداب. يبقى الفدان عندي بيديني من 18 ل 24 ارداب، وزن الارداب بكام؟ 150 كيلو جرام، وبيديني 10 حمل تبن، وزن حمل التبن 250 جرام. يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا مع بعض عن محاصيل الحبوب الاهميه الاقتصاديه بيها، واخدنا مثال لمحاصيل الحبوب اللي هو محصول القمح لانه من ضمن المحاصيل الاستراتيجيه او احد المحاصيل الاستراتيجيه اللي بيتم زراعته هنا في مصر. اتعرفنا على عمليات الخدمه بتاعته، معدل التقاوي، اهم الاصناف، عرفنا يعني ايه قمح خبز، يعني ايه قمح ديورم اللي هو للمكرونه. شفنا بعد كده ازاي بستخدم الستاره في الزراعه بالتسطير، ان انا بستخدم الاله في المساحات الكبيره، وعرفنا طرق الزراعه بتاعه القمح. شفنا الشكل العام بتاع القمح، السبله، الجذر، وحتى شفنا التكوين في الفيديو بتاعنا، تكوين الاشطاء او تكوين الفروع بتاعته من تحت اللي بتشيل السنابل اللي بتزود لي عدد النباتات في وحدة المساحة. وشفنا عملية الدراسة ازاي بتتم، وازاي بيتم فصل حبوب القمح عن التبن عن طريق مكنة الدراسة، وزي ما احنا شايفين. وشفنا بعد كده اتعرفنا على كمية المحصول، وعرفنا ان وزن ارداب بالقمح كان 150 كيلو جرام، ووزن حمل التبن كان 250 كيلو جرام. يبقى احنا كده اتكلمنا عن محصول القمح وعرفنا معلومة إثرائية تفيدنا بعد كده في حياتنا وفي شغلنا قدام. وبكده نبقى وصلنا النهاردة لنهاية حلقتنا النهاردة. نستودعكم الله الذي تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.